لقطة امبارح اللي أثارت ضجة ملهاش أي علاقة بكرة القدم. وللأسف الشديد، للأسف يعني، أغلب وسائل الإعلام اللي تناولت الموضوع ده تناولته بسذاجة وسطحية شديدة جدا. لقطة أحمد عبد القادر اللي أثارت جدل، يعني على الرغم من الأهلي قدم عرض في منتهى القوة، واللقطة اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة ورايا دي لحظة إحرازه هدف الأول للنادي الأهلي، هدف التقدم الأول، واحتفاله بالهدف، اللقطة اللي ناس كتيرة جدا فهمتها غلط وما فكرتش انها حتى يعني تدور او تفهم ايه الرساله اللي بيبعتها عبد القادر، اللي بالتاكيد 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 يعني اكاد اجزم بنسبه 1000000% ابعد ما يكون عن اللي تناولته بعض وسائل الاعلام امبارح او بعض البرامج التلفزيونيه بعد انتهاء المباراه. كان اللقطه دي هي اللقطه الوحيده اللي ملفته في 90 دقيقه رائعه لممثل مصر وبطل قاره افريقيا. والحقيقه انه الناس لو كلفت نفسها وبذلت مجهود بسيط جدا، فتحت الموبايل بتاعها او اللابتوب او التابلت بتاعها وعملت سيرش كده على اللقطه اللي عملها احمد عبد القادر كوسيله او طريقه احتفال يعني في الهدف، هتلاقيها لقطه شائعه جدا وتكررت في عدد كبير جدا من ملاعب العالم، واهم واكبر الاسماء في مختلف الرياضات مش بس في كره القدم عملوا نفس اللقطه دي. البدايه طبعا مع دي انجلو راسل نجم الام بي اي، نجم الباسكت او نجم الليكرز الامريكي، اللي عمل نفس اللقطه دي في كتير من الماتشات. ايس ان ماي فينز، الثلج في اوردتي. بس تعليقا على انه اي انتقادات، اي نوع من انواع الضغوط اللي انا بتعرض ليها ما بتفرقش معايا، عندي قدره شديده جدا على التعامل معاها بمنتهى البرود ومش مركز غير في شغلي وبس. بول بوجبا نجم منتخب فرنسا ونجم اليوفي عملها قبل كده، كتير من نجوم العالم يعني شايفين طبعا امريكان فوتبول، ام بي اي فوتبول، يعني باسكت، نجوم الباسكت ونجوم كره القدم الامريكيه ونجوم الكره في كل ملاعب العالم عملوها قبل كده. فالموضوع ما كانش محتاج يعني ياخد التضخيم المفتعل واللي في النهايه مش موضوعي، يعني يعبر، انا اسف طبعا انا بقول لفظ، لكن يعبر عن حاله، مش هقول جهل لكن هقول سطحيه شديده جدا او قصور شديد جدا في التاكد من معلومه. اذا كنت عندك رغبه في انك انت تثير هذه الحاله من اللغط او يعني تعمل حاله الجدل وتستغل اللقطه دي لمحاوله تشويه واحد من اهم نجوم النادي الاهلي في الوقت الحالي او تاثر عليه، اعتقد انه خانك التوفيق بشكل كبير جدا، وكان من الاجدى ومن الاولى انه قبل ما تطلع تتهم، لانه ده بمثابه اتهام، يعني فكره انك انت بتروج لشيء سلبي وفكره انه ناس بقى تطلع مسؤولين في مش عارف صناديق مكافحه الادمان وهو تطلع تعلق وتهاجم وتنتقد وهي مش مدركه للمعنى الحقيقي للحركه، اعتقد ده شيء يدوم عن، هقول سطحيه، خليني اكتفي بمصطلح او بلفظ السطحيه، واعتقد انه كان من الاجدى ان احنا قبل ما نتهم او قبل ما نحاول ان احنا يعني نقول حاجه اعتقد صعبه جدا على اي انسان، لابد ان يكون في مسؤوليه انسانيه واحنا بنتكلم على اي شخص او احنا بنوجه اتهام لاي شخص، وخصوصا لما نكون بنتكلم كمان على نجم كبير هو ليه عشاق بالملايين وليه ناس بيأثر فيهم، وفي شباب صغير بيبصوا على انه مثل اعلى، في ناس نفسها في يوم من الايام تبقى زي احمد عبد القادر، زي محمد شريف، زي حمدي، زي السوليه، ادي نفس الصوره اهي في كل ملاعب العالم. على فكره ناس كتير جدا 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 يعني بيعملوا الحركه دي حركه طبيعيه جدا، او يعني احمد عبد القادر ما اخترعهاش، هي حركه بيعملوها معظم، انت عارف طبعا اي نجم في اي رياضه بيتعرض في وقت من الاوقات لانتقادات شديده جدا او لهجوم شديد جدا، سواء من وسائل الاعلام، سواء من محللين رياضيين، سواء حتى من جمهور الفريق اللي هو بينتمي ليه قبل جماهير الفرق المنافسه. فبالتالي في بعض النجوم بتتعامل زي بالظبط الحركه اللي عملها محمد صلاح، هي نفس الحركه اللي عملها محمد صلاح وانتشرت كالنار في الهشيم وبقت يعني بقت تريد مارك، حركه انه انا لا اتعرض او لا اتاثر باي شكل من الاشكال لا للضغوط ولا للانتقادات، ودي العقليه بتاعه اللاعب المحترف اللي يعرف يفصل كويس جدا ما بين شغله، ما بين المطلوب منه او الدور المطلوب منه ان هو يلعبه، وحجم الانتقادات مهما كان بقى ومهما كانت الجهه اللي بتنتقد او الجهه اللي بتهاجم في بعض الاوقات، لانه في بعض الاوقات خدوا بالكم الهجوم بيبقى غير مبرر وبيبقى غير مفهوم ويبقاش ليه علاقه بالنقد البناء. يعني انا اوقات كتير جدا كنت بتكلم هنا على عبد القادر وبقول انه عبد القادر محتاج يشتغل او يركز او يطور من نفسه لانه يملك من الامكانيات ويملك من المهارات اللي مش بلاقيه عمله نادره.
عمله نادره، احمد عبد القادر عمله نادره في الملاعب المصريه. والله مش بقول الكلام ده عشان هو بيلعب في نادي الاهلي، بقول الكلام ده لاني نفسي اشوف عبد القادر ده مكسر الدنيا، يستاهل ويقدر يروح يلعب في اي حته في الدنيا لو اشتغل على نفسه. عشان كده في فرق بانك انت تنتقد عشان تطلع لقدام عشان تتحسن او عشان انت بتحب وغيران وعايز الافضل، وفي فرق كبير جدا بانك انت بس تنتقد لمجرد الهدم. فيعني في النهايه لا يصح غير الصح.